معظمنا يعيش هنا، حيث يتلوث بصرنا بأدغال العواميد وغابات البطون، حيث نختنق بروائح الدخان وتصم آذاننا بزحمة الأصوات. هنا الحياة تضغط علينا ونكاد لا نستمتع بها، ولكن إذا خرجنا من هنا وفقط إذا ابتعدنا كيلومترات قليلة سنصل حتماً إلى حيث السماء أقرب والهواء أنقى والأشجار أحلى. محمية طبيعية، واحة فريدة من نوعها للشتول والزهور والأشجار، وملعب للحيوانات البرية. هذه قصة أرض عذراء تعيدنا إلى جذورنا عبر أيادي أبنائها. هذه قصة محمية جبل موسى. تقع محمية جبل موسى في قضاء كسروان الفتوح على مسافة حوالي 50 كيلومتراً شمال بيروت، وتبلغ مساحتها 6500 هكتاراً، وتشمل 7 بلدات كسروانية أساسية، وهي قهمز، العبري، شوان. يحشوش، نهر الدهب، غبالي، وجورة الترمس. ويمكن الوصول إلى مداخلها 3، حيث يكون في انتظارك حراس ومرشدو الجمعية لمرافقتك على دروب الجبل. هنا الطبيعة تدعوك إليها لتعاملها كصديق، لتستمتع بها، لتعيش لحظات الصفاء بعيداً عن زحمة الأسواق التجارية والمجمعات السياحية. إنها السياحة البيئية. جبل موسى كله دروب، كله درب، يعني السيارة ما بتوصل، الموتو ما بتوصل، كله بينمشى فيه على الإجرين. هون دعوة لكل الناس بيحبوا يعملوا سبور أو بيحبوا سبور الهايكينج، يجوا عليه. السايح بده يطلع لفوق أو اللي بيعمل هايكينج بيمشي على هالدروب اللي عملتها جمعية جبل موسى، تما يمشي على الزهور والشتل يلي أنت خايف أنه يتدعوس عليهم. عاملين إشارات سير بيقدروا يمشوا كل المنطقة من دون ما يضيعوا، بس على دروب خاصة. لا. يشرف الجبل على نهرين، نهر إبراهيم الأسطوري ونهر الدهب. هنا في الداخل حفر التاريخ والجغرافيا صفحات وصورا تجعل من هذا المكان عنوانا للإرث البيئي والثقافي والإنمائي. فالجبل يضم بقايا درج روماني للإمبراطور أدريانوس، يلي بيوصل الدروب الرومانية كلها من مصر مروراً بفلسطين بلبنان، وبيطلع فيه على المنطقة عندنا، بيقطع بجبل موسى وبيكمل على أفقة ومركز عبادة كانت للرومان، وبيكمل بالآخر على بعلبك، من بعلبك إلى تدمر، من تدمر بيرجع على طريق الرومانية باتجاه روما. وإلى هذه المواقع يضم الجبل بقايا بيوت لبنانية تراثية وخزانات وأباراً للمياه، ويعلو الجبل صليب كبير يمكن مشاهدته من أماكن بعيدة قامت بنصبه مجموعة شباب الصليب من يحشوش. هذا الإرث الثقافي ليس وحده الذي يميز الجبل، فالمحمية تمتاز بتنوعها البيولوجي. جبل موسى أهميته وثروته هي الطبيعة فيه. عندنا 770 نوع نبات وشجرة وزهور، بيناتهم 26 نوع شتلة بس هي موجودة بلبنان،
وست أنواع موجودة بس فقط بس بجبل موسى. وهذه الفرادة بالتنوع البيولوجي حثت الأستاذين الجامعيين جورج وهنريات طعمي على إصدار كتابين تعريفاً بأجمل زهور وأشجار محمية جبل موسى. وإضافة إلى هذا الغنى النباتي، تم اكتشاف أكثر من 19 نوعاً من الثدييات، ومنها الضبع والذئب والطبسون الذي صار قصة للأجيال الطالعة من خلال كتيب يحمل اسم طبسون طبسون، وهو العدد الأول من سلسلة مغامرات طبسون جبل موسى. لكل هذه الأسباب تداعى ناشطون وأصدقاء للطبيعة لتأسيس جمعية حماية جبل موسى عام 2007 وهي غير حكومية. تأسست جمعية حماية جبل موسى من الأستاذ بيير دوميت، أستاذ صلاح حنان، مني أنا، ومن ناس يلي هن من المنطقة ناشطين بيئيين، أما هن عارفين أنه قد أهمية هالجبل، وكلهم من منطقة جبل موسى، من هالضياع 7 ضياع هاللي حوالي جبل موسى. ومنذ انطلاق مسيرة حماية الجبل عام 2007، تمكنت الجمعية من أن تستحصل على تسمية غابة محمية من قبل وزارة الزراعة عام 2008، وفي 2009 حصلت على تسمية منطقة أساسية عالمية للطيور من قبل بيرد لايف انترناشنال. وفي 2009 أيضاً أصبحت المحمية ضمن برنامج مان أند بيوسفير. هاللقب إذا بدك اللي بتستحقه إنه مان أند بيوسفير ريزيرف تبع اليونسكو، من بعد ما نعمل عدة دراسات من خبراء حتى يشوفوا إذا فعلاً المواصفات المطلوبة هي موجودة هونيك، شافوا أنه هذه المواصفات موجودة بجبل موسى وأكثر من هيك كمان. واكتسبت جمعية حماية جبل موسى عضوية في الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة عام 2010، وقد تم تصنيف المحمية في العام 2012 موقعاً طبيعياً خاضعاً لحماية وزارة البيئة، فيما شهد العام 2013 إنجازاً للمحمية كما للجمعية، مع إعلان فوزها بالمركز الأول لجائزة المملكة العربية السعودية الدولية للإدارة البيئية. بيهمنا أنه أهالي المنطقة يكونوا فعلاً يكونوا وعيوا لأهمية الجبل، أنه ما يفكروا بس بالربح السريع يلي هو الكسرات والمرامل. راح تصفي جبنة جروير، صارت جبنة جروير إذا بتروح لونيك وبتشوفها، ما في بقى إلا هالجبل بعد باقي. بقى نتأمل نحن أنه همنا الوحيد والأول هو إنه نوعي تلاميذنا وشعبنا وأهلنا يرجعوا للطبيعة، يرجعوا لشغل البيت للموني. هيدا المطبخ تجهز بأهم المكانات والمعدات لإنتاج الموني والأغذية التقليدية، وبهيدا الإطار هالسيدات عم بيطلعوا منتج جبل موسى. على عاداتها
بالنهار التالي يقدر يطلع يزور جبل موسى من مدخل تاني. إنه مع كل يوم ومع كل شهر ومع كل فصل، وتتفتح فيه براعم الحياة والجمال. وهناك الكثير الآتي لهذا الجبل الذي يزوره الآلاف من عشاق الطبيعة ليروا لبنان الأخضر.